يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشهب لها جرم أم أنها نور حارق ينتهي بحرق الشياطين؟ ينتهي شهاب، شهاب يطفأ وينتهي. نعم، إذا حصلت به المهمة انطفأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يقال أما النجوم فإنها لا تنطفئ ما دام الله سبحانه وتعالى يريد بقاءها واستمرارها تبقى ولا تنطفئ، ما عمرك شفت نجم طافي النور أبدا. نعم.